نرجع لموضوع المنتخب محمد الدهش، يعني شايف تشكيلة المنتخب ايش رأيك فيها وكيف شايف الأخضر حتى الآن؟ زي ما تفضلت ابو بدر في بدايه اللقاء، طبعا مع كل اختيار للقائمه يذكر يظهر ضجه اعلاميه ليه ما اخترت اللاعب الفلاني، طبعا انا اشوفها بحسب الاهواء، لكن في النهايه المدرب هو، يعني انا اللي اشوف المدرب هو الادرى باختيار اللاعب المناسب والجاهز له فنيا واداريا، يعني اعتقد المدرب يبحث عن الافضل له دائما، فالمدرب اختار القائمه الجاهزه له بدنيا وفنيا وصحيا وطبيا طبعا. هذا اللي اشوفه انا طبعا. الشيء الثاني حاب اثني على عمل الاتحاد السعودي في ايام الفيفا، استغلال ايام الفيفا في احضار نادي جامايكا والعمل على مباريات وديه لزياده التجانس، يمكن زي ما تفضل التقرير يمكن في 7 أو 8 لعيبه لاول مره ينضمون للمنتخب السعودي، يحتاجون اكثر من مباراه، يحتاجون وقت لكي يشاهدهم السيد رينارد. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب الاخضر ان شاء الله في الاستحقاقات القادمه باذن الله. عرفنا المستشار اجل السري حق رئيس اتحاد كره القدم. ايوه اطلع على حقيقتك قاعد تظبط. مو في حاوي ها؟ كلام جهة القصير متوقع. طيب صحيح انت جبته.